بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لموضوع الكدمات، الحقيقة احنا كنا اتكلمنا في الفيديوهات السابقة عن حاجة اسمها الرسوب الرمي. في بعض الأحيان بتبقى مثلا في مشاكل ما بين الزوج والزوجة، وبعدين مثلا على سبيل المثال الزوجة توفت، يقوم أهل الزوجة لما يجوا وهم بيغسلوا جثمان بنتهم يقوموا يشوفوا الرسوب الرمي، يقوموا يعتقدوا إن هو كدمات. النهاردة هنتكلم باستفاضة عن إزاي نميز ما بين الرسوب الرمي والكدمات، لأن ده بصراحة بيعمل مشاكل ضخمة جداً جداً في كثير من الحالات اللي احنا بنتعامل معاها. طب ما تيجي نفكر نفسنا بالرسوب الرمي، ايه هو الرسوب الرمي؟ قلنا هو نزول الدم بفعل الجاذبية الأرضية للأجزاء السفلى من الجثمان بعد الوفاة، يعني لو جثة نايمة على ظهرها الرسوب هينزل في الظهر، لو جثة متعلقة في حالة الشن الرسوب هينزل في الايه؟ في الطرفين السفليين، وده عرفناه ايه؟ ان هو الرسوب الرمي اللي حضرتك شايفه في الصورة في الظهر وفي خلفية الطرفين السفليين. طيب ايه؟ وقلنا لما جينا اتكلمنا على الكلام قلنا ان هو نزيف تحت الجلد نتيجة تمزق الأوعية الدموية بسبب الضرب بجسم صلب راد زي العصاية أو الأدوات المماثلة ليه. طيب يبقى إذا ناخدهم بقى نقطة نقطة، إيه سبب كل منهم؟ أول حاجة الرسوب الرمي ده سببه نزول الدم بفعل الجاذبية الأرضية. طب إيه سبب الكدم؟ هو الضرب بجسم صلب راد. طب ايه حالة الوعاء الدموي في الاثنين؟ الوعاء الدموي او الدم موجود فين؟ الدم في الرسوب الرمي بيبقى موجود داخل الأوعية الدموية السليمة، يعني الوعاء الدموي سليم في حالة الرسوب الرمي والدم موجود داخله، لكن في حالة الكدم الوعاء الدموي تمزق والدم موجود خارج الوعاء الدموي داخل الأنسجة المحيطة به. يبقى دي من النقاط المهمة جدا. تالت حاجة، إن الرسوب الرمي ده بيحدث في كل الوفيات مهما كان سبب الوفاة، أيا كان سبب الوفاة هتلاقي فيه إيه؟ رسوب رمي. بينما الكدم لا يحدث إلا في الجثمين المصحوبة بإصابات حدثت بأدوات صلبة رادة، عصا، ماسورة أو أي أداة من هذه الأدوات الرادة. رابع فرق ما بين الاثنين، إن الرسوب الرمي يحدث في الأجزاء السفلى من الجثمان، يعني جثمان نايم على ظهره هتلاقي الرسوب في الظهر، متعلق في الشن هتلاقي في الطرفين السفليين، نايم على بطنه هتلاقي الرسوب في أمامية الجسم وهكذا. بينما الكدم من الممكن أن يحدث في أي مكان في أي موضع من الجسم نتيجة إيه؟ موضع الضربة، يعني على حسب الضربة جت فين، فممكن واحد مضروب على دراعه وبعد كده لما وقع توفى على ظهره فهتلاقي رسوب في الصدر وفي دراعه من قدام، وارد جدا يبقى يقع في موضع إيه؟ الضرب. طيب من الحاجات المهمة كمان إن الرسوب الرمي ده لا يحدث إلا بعد الوفاة، بينما الكدم هو في الغالب العام بيحدث في الشخص الحي، ولكنه في بعض الأحيان من الممكن حدوث كدمات في الشخص المتوفى. طب يعني إحنا لو جينا دي بقى هنسميها إيه؟ كدمات غير حيوية. يعني إحنا لو جينا ضربنا شخص ميت بعصاية ضرب شديد هيبقى فيه كدم؟ هيبقى فيه كدم، بس الكدم الغير حيوي ده اللي هو حدث بعد الوفاة هيتميز بشوية صفات، ان هو حجمه صغير ما بيبقاش فيه حجم كبير ابدا. ليه؟ لانه ما فيش بريشر، ما فيش ضغط داخل الاوعية الدموية، فالدم مش هيطلع بكثرة. دي اول حاجة. تاني حاجة انه هنا هيبقى غير مصحوب بتورم، يبقى هنا
الكدم في الحالة دي اللي هو غير حيوي ما فيهوش تورم، لأن كمية الدم اللي خرجت بسيطة جدا. ثالث حاجة إنه لو إحنا قلنا في الشخص اللي هيعيش بعد الضربة إنه ممكن يحدث فيه تغيرات لونية، يعني الكدم بيتغير لونه ما بين، قلنا بقى ما بين الأحمر والأزرق وأنواعه، ثم مرورا بالأخضر ثم إلى الأصفر. لكن بالنسبة للكدمات غير الحيوية ما فيش فيها تغيرات لونية خالص، ما فيش فيها، وهي لونها أساسا باهت، يعني هي ما فيش فيها أي تغير لون. طيب لو إحنا خدنا منها عينة وفحصناها تحت الميكروسكوب في حالة الكدم اللي هو حدث أثناء الحياة، هتلاقي في تسرب لكرات دم بيضاء بنسميها ليكوسيتيك انفلتريشن. لكن إذا حدث الكدم كان بعد وفاة الشخص، يعني ضربت واحد بعد ما توفى، ما تشوفش فيه تسرب لخلايا الدم البيضاء، يعني مش هتشوف فيه ليكوسيتيك انفلتريشن لكرات الدم البيضاء. طيب لما نفرق ايضا ما بين الرسوب الرمي والنقطه السادسه فيهم، هتلاقي ان موضع الرسوب الرمي غير مرتفع عن سطح الجلد الباقي المحيط به، لكن الكدم بيبقى نظرا لانه في تورم هيبقى مرتفع عن سطح الجلد. طيب الرسوب الرمي هيبقى غير محدد الشكل، لكن الكدم بيبقى محدد الشكل وممكن في معظم الأحيان ياخد شكل الأداة المحدثة ليه. النقطة كمان اللي ممكن نفرق بيها إنه الرسوب، إنه الكدم ممكن يكون مصحوب بسحاجات زي ما أنت شايف كده، كدم وحواليه من بره سحاجات، لكن الرسوب الرمي لا يمكن يكون مصحوب بأي سحاجات. حضرتك شايف الرسوب اهو، مفيش فيه أي سحاجات حواليه. دي نقطة من النقاط المهمة جدا في التفرقة ما بين الاثنين. كمان من النقاط المهمة جدا بقى لما نفتح الكوسة واحنا بنشرح الجثمان، ان انت هتلاقي انه الرسوب الرمي لما تيجي انت شقيت في الوعاء في الأنسجة، فطبعا الوعاء الدموي انفتح مع، فالدم اللي خرج أول ما تغسل بشوية مية ينضف معاك بسهولة، يبقى يمكن إزالته بسهولة. أما في حالة الكدم زي ما أنت شايف كده مثلا، دي ضربة إصابة ردية في الرأس، فتبص على فروة الرأس كده، دي الدم هنا منغرس جوه الأنسجة ولا يمكن إزالته بالمية. يبقى دي فرق مهم جدا جدا بيبان معانا وإحنا بنشرح الجثمان، إنه سهل جدا إنك أنت تميز الكدم. طبعا الطبيب الشرعي دي من الحاجات السهله بالنسبه له، ان هو يميز ما بين الرسوب الرمي وما بين الكدمات. الحقيقه انه في فرق اخير مهم في الموضوع ده، انه انت لو خدت عينه من هذا النسيج في الرسوب الرمي ما تلاقيش في اي خلايا دم خالص، لكن في الكدم اذا عاش الشخص نص ساعه على الأقل هبتدي أشوف تسرب لخلايا كرات الدم البيضة اللي هي سميناها ليكوسيتيك انفلتريشن، هنشوفها في حالة الكدم للشخص اللي عاش أكتر من نص ساعة، بينما في الرسوب الرمي لا توجد هذه الخلايا نهائيا. دي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا لابد ان احنا نفرق ما بين الرسوب الرمي والكدم، لأنه في كثير من الأحيان بيعمل مشاكل كثيرة جدا جدا، وناس بتعتقد أن الرسوب الرمي هو كدم وأن الشخص فيه إصابات وأنه اللي فيه خلافات ما بينهم، لا ده أحدث وفاته، أو مثلا واحد توفى وفاة طبيعية داخل سجن أو داخل مركز شرطة، يقوم يعتقدوا الناس أنه هو تعرض لحالة تعذيب. ودي من الحالات اللي الطبيب الشرعي لابد أن يبت فيها عشان يحسم الامر، لان دي من الحاجات زي ما بقول لحضرتك مجال او في كثير من الاحيان بتبقى محل جدل عند الناس غير المتخصصين في مجال الطب الشرعي. سعدت جدا بحضراتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يجيلكم كل جديد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.